السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كيف الحال والأحوال؟ أتمنى تكون ظروفكم الشخصية ولا المهنية ولا العائلية بخير وعلى خير. فاليوم في هذا الفيديو إن شاء الله غنحاول نوريكم الكومبلكس اللي فين ساكن أنا، يعني المجمع السكني فين ساكن أنا، المميزات ديالو، شنو على ماذا يتوفر، والأثمنة ديال الشقق، وشنو هما هاد النوع ديال الشقق، وإلى غير ذلك. فغادي نديروا واحد الدورة شرفية وغادي تشوفوا معنا من أ حتى لزد هاد المكونات، لأن الإخوان كلشي كيسولني على ثمن الكراء وفين نكري وكيفاش وعلاش ومناش وبحالاش. فهذا غنعطيكم غيكون مثال حي بالنسبة للولاية أنا اللي ساكن فيها، بالنسبة ديال مثال ديال مجمع سكني أو كومبلكس. وكاين بزاف ديال الكومبلكس، يعني راه دخلوا غير الإنترنت راه العالم الرياضي كاين صافي. وقبل من هادشي غادي نوريكم واحد الميزة اللي داروها نيتا الكومبلكس، انا غادي نوريها لكم باش تعرفوا يعني مستقبلا علاش لا في بلادنا مثلا هاد الناس اللي عندهم مولين الشكاره كما كنقولوا، الا بغاو يديروا المشاريع يديروا المشاريع بحال هكا، مشاريع كبرى كتستهدف واحد الشريحه ديال البشر اللي ان شاء الله غيمشيو بعيد فيها ان شاء الله الرحمن الرحيم. فاذا ما نحرقوش المراحل، خليكم معنا، انا غادي نمشي نوريكم نوريكم واحد اللعبة ونكملوا من بعد. يلا تحية وتقدير لكم. على بركة الله غنضرب واحد الدويرة غادي نوريكم لما انا خارج فين ساكن. هذه كل دريب كان كما كنقولوا بالسمية ديالو بالادريس ديالو باش كيرقموا لي زابارتومون، راكم عارفين انتم هاد التوشيات هكا. دابا انا غادي ندخل الحاجة اللي بغيت نوريكم، غادي نمشي هذا ديال البوسطة كيجيب لنا اللعيبات، ها هو كيجيب لنا البراوات وداك الشيء، واحد اللعيبه ديال امازون. فالكومبلكس هذا داروا واحد اللعيبه، الا اوردريتي من امازون شي حاجه اي حاجه اوردريتيها ها هي قدامي، الا كتشوفوها ها هي في القنيت، ها هي قدامي، انا غادي نمشي ليها، انا غادي نمشي ليها على الجزء هذا، ها هي دايرها هنايا. الا اوردريتي اي حاجه اوردريتيها يمكن لك تاخذها من هنايا، مفهوم؟ خليكم معايا. كيف قلت لكم اخواني اخواتي، هاد اللعيبه هادي امازون، يعني هاد الكومبلكس فين ساكنين كيدير واحد بحال اتفاقيه مع امازون، كيجي كيحط لهم هاد لي تيروار هادو. فهاد لي تيروار هادو عباره على اي اوردر يسيه من عند امازون. ها انتم كتشوفوا النت لوسيني ديال امازون، اي حاجه اوردريتيها ماشي دايرها غير في الكومبلكس، راه دايرها في بزاف ديال المحلات. ف كتاوردري شي حاجه اوتوماتيكمون هذوك اللي كيديروا الديليفري كيجي كيحطها لك هنايا، وكيجيك نتايا واحد الكود الكونفيرميشن اما في الايميل ديالك ولا في الابلكيشن، الا كنتي درتي الابلكيشن انستالي الابلكيشن كيجيك في هاد سميتو في هاد التيروار هذا. مثلا انا جاني واحد الاوردر غادي 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 نهزو نحطوه لهنا، كيكون ها هو كيقول لك انتر اور سكان ذا كود، كان عندك داك الكود كتسكاني هنايا، كان عندك زعما الباركود كتسكاني، كان عندك الكود كدير الكود. فانا عندي الكود مثلا غندير 29 0961، ها هو غادي يتفتح. اوكي دور اوبنين، شتي ها هي تفتحات ليا، الباب، شتي كدير الكود ديالك، هي بيك اب باكيجز كلوز ذا دور. ها هي دابا انا غادي نحل هادي، غنهز انا الباكيجز ديالي وغادي عاوتاني نسد، فهمتوني؟ دونك انا هزيت انا الباكيجز ديالي صافي، هو كيقول لك ثانك يو، شكرا انت نتايا بزاف بزاف على هذه الخدمه صراحه. لاحظتوا راه كتبقى، وهذا شنو الاهميه ديال هذا التيروار هذا، ها انتم هذه انا 3 ايام وهي عندي هنايا، ما ساليتش باش نجي مثلا نهزها ولا شي حاجه، وكتبقى يعني سيكيور، كتبقى مامنه، ما تخاف حتى من شي حاجه الى غير ذلك، وكتجي تاخذ. هذا هو الهدف، لان كاين شي بعض المرات امازون كيجيو ديليفريو عندكم لداركم، يعني كيحطوها في الباب الدار، كيدق عليك ويحطها في الباب الدار. شي بعض المرات كتكون انت مسافر، شي بعض المرات راه يقدر فعلا يهزوها، ولا شي واحد يجي بالخطا يهزها وتصدق انت شي حاجه عندك مهمه جدا، فتقدر تمشي لك ذاك الاوردر، ذاك الصخره اللي اوردريتي من عند امازون. فهذه حاجه صراحه زوينه. ها انتم خديت انايا الباكيجز ديالي، ما كاين حتى شي مشكل سيكيور. هذه دابا علاش قلت لكم هذه الهضره، ف انا نزيد نوريكم بزاف الحوايج هنا في الكومبلكس، وغادي تاخذوها كمثال علاش لا مثلا في المغرب
ما يديروش بحال هذا الشكل هذا. انتما كنوريكم يعني هاي الدخله ديالو. دابا نوريكم العنوان. هنايا كاين لابيسين، لابيسين انا وريته لكم، انا غادي نوريه لكم غير نكون غادي مليان نوريكم بزاف ديال الحوايج. فعلاش مثلا في المغرب ولا في بلدان قاطبه ما يفكروش بحال هاد المشاريع هادو ويديروا يعني فعلا مجمعات سكنيه بهاد المعايير هادو؟ فعلاش؟ واش ماشي ممكن؟ حنا لا، حنا كنشوفوا العكس. حنا خصنا في عود مثلا هاد الغازو هذا اللي باين لك هنايا خضر، لا ما خصوش يبقى خضر، خصو يطلع فيه موبل واحد اخر عاوتاني. داك لابيسين اللي غادي يشد مساحه كبيره ديال لابيسين غايقول لك لا غادي نحيد انا داك لابيسين وغادي نزيد مني فيه عمارات وحده اخرين عاوتاني. فهذا هو الفرق ما بين امريكان وما بين بزاف ديال الحوايج. ماشي تا امريكان، العقليه ديال الاستثمار، فرق في العقليه ديال الاستثمار. اذا لاحظتوا، اذا هذه صراحه داروا هذا العام، هذه العام اللي فاتوا اللي قبل ما كانوش دايرينها هذه اللعيبه هذه. فانا غادي نزيد ندوز لكم ندير بكم واحد الدوره شرفيه وغادي غادي تشوفوا وراكم تعليق. اذا هانتوما غنخليكم كاع السميه ديال الكومبلكس. ها هو غتشوفوا، ها هو السميه وحتى التليفون ديالو. انتما غتدخلوا لهذا الموقع هذا وغتقلبوا تشوفوا الاثمنه ديال لي زابارتومون. وانا غادي نخلي لكم عاود موقع اخر وغنخلي لكم حتى كما تشوفوا في الشاشه الانواع ديال لي زابارتومون والاثمنه ديالهم الى غير ذلك. فعقلوا على هذا، ديروا غير في جوجل وتشوفوا الاثمنه ديالو الى غير ذلك ديال لي زابارتومون اللي عنده وعلاش كيتوفر. وغديروا حتى غتشوفوا واحد الفيديو ديال بزاف ديال يعني انواع ديال لي زابارتومون. كاين بادروم وحده 2 3، يعني 4 لي شومبر، 2 لي شومبر الى غير ذلك. فهنا انتم شفتوا هو لابيسين هنايا، هذا لابيسين، يعني شوف شحال المساحه، خصو غير لابيسين والدراري الصغار وفين ندير الباربيكيو الى غير ذلك. يعني خصو واحد المساحه كبيره باش حتى الساكنه ديال هذا الكومبلكس هذا غتستافد. ايام ديال الصيف ما تحتاج تمشي هي لشي بلاصه يعني باش تخلص ولا وتمشي للبحر. و كاين اللي مساكن ما كيبغيوش يسافروا بزاف ولا ما كيسوقوش بزاف ولا، فيجي يتمتع هنايا ويعيش مع راساته بخير وعلى خير. هادشي كلشي داخل في يعني المزايا ديال الكومبلكس. هنايا كما كتشوفوا رانا وريت لكم ذاك المره، ها انتم هنايا التيرانات، تلعب كره، راه الدراري فين كيلعبوا الباسكيت البيسبول اللي بغيتي تلعب هنا. ما كاينش، شوف شحال المساحه، شحال المساحه مخصصينها لهادشي. وراه عاوتاني تم الجهه من لهيه محسوب على الكومبلكس، مفهوم الاخوان؟ اذا انا غادي ندوز عاوتاني للجهه الاخرى لهيه باش تشوفوها انتما كي كيبان لكم الكومبلكس من بعيد. فهنايا دابا حاليا الكرا شومبر وحده، يعني بيت وكوزينه وصالون ولاكور ديالك 1200 حتى 1300 دولار، هذه غير شومبر وحده. زيد المزيد دقيق بحال دابا هادو اللي قبلتنا جوج ديال لي شومبر. انا قلت لكم دخلوا للسيت وغادي تشوفوا بعينكم، هذا غير مثال واحد ديال بزاف ديال لي كومبلكس اللي كاينين يعني في امريكا بصفه عامه. اليوم غادي نشوفوا واحد لابارتمنت اللي جاي في واحد البيلدين جديد ما بعيداش بزاف على مانهاتن. الكرا مازال رخيص شويه مقارنه مع ديك لابيريود اللي كان جات قبل البانداميك، بات ملي الريت ديال فاكسينيشنز غادي تيطلع فالناس ولاو كيرجعوا عاوتاني وبطبيعه الحال الاثمنه غادي يطلعوا. دونك جينا نشوفوا هاد العماره هادي وهاد البيلدين هذا، الثمن اللي قالوا لنا هو 1850 وان بيدروم ابارتمنت. نورمالمون الافرج راه يدير شي حوالي 2500 على حسب البيلدين اللي انت فيه والكاليتي ديال المدارس اللي تما والسيفتي والنيبرهود وشحال قريب من مانهاتن الى اخره. سو اجي نشوفوا شنو كاين. اوكي هذه هي الدار الثانيه اللي شفنا اليوم، باقي لي دار واحده اخرى غادي نمشي نشوفها عاد ناخذ لا ديسيزيون ديالي. واخا هاد البروكرز يعيطوا عليك يبغوا يديروا عليك دوك السيلز تاكتيكس ديالهم. سو جاز اللاين ديال الجاز كيكون لازم نوصل
الدق الدامة الثانية هذا الفران الثامن كامل ضروري تبيري فيه مايكروويف ما بعد ايه ركي جاز لازم هذا كيطلع إلى أي كيس الدار هذه عجبتني لأن مقارنة مع الديور اللي كاينين في هذه المنطقة خد الثمن طالع شوية مناسبة لحقاش ما غالياش شو إلى عجبتكم الدار ولا ما عجبتكم خليوا لي في الكومنتير قولوا لي شنو الرأي ديالكم وشكرا. المهم اخوتي قبل ما نرجع للخدمة ان شاء الله غنكمل لكم السيجي اللي كنا كندوي عليه اللي هو هنايا الكرا في ميريكان. المهم بالنسبة لهنا فين كنسكن انايا تقريبا هاد السيكتور كامل اغلبية ديالو مغاربة لدرجة انه واحد البلاصة اللي تيقولوا ليها ضرب السلطان علاش حيت فيها كازا وبزاف فيها الناس اللي يعني من كازا بزاف. المهم الخوت باختصار شنو اللي غنقول لكم بالنسبه لك راه هنا في ميريكان اون جينيرال كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو الا مشيتوا للولايات الكبار غادي تلقى الكرا طالع غادي تلقى $1000 الفوق وعلى حساب عاوتاني البلايص هنايا مثلا كاينين البلايص ديال $1000 $700 $800 ولكن راه دار واعره بزاف فهمتوني ولكن الا مشيتي لنيويورك ولا كاليفورنيا وبهذا الثمن هذا تقدر تلقى شي وحده غير على قد الحال ماشي شي حاجه هنايا بداك الثمن تجيب شي ابارتمون ولا سميتو غادي تكون واعره بزاف. بالنسبه لهذا السيكتور اللي انا ساكن فيه تقريبا اغلبيه مهم ندوي غير على هذا السيكتور هذا الكومبلكس فاش انا ساكن مهم $600 تقريبا هذاك الفوق اللي كتشوفوا فيه هذوك الديور راه هما اللي كيبانوا جداد شويه هذوك اللي الفوق هذوك تقريبا زايدين شويه في الثمن. اما الكرا اون جينيرال هنايا في نورث كارولينا بارابور يعني الولايات الكبار كندوي على الولايات الكبار سي نورمال هادي في الولايات الصغار تيكون شويه الكرا ناقص على الولايات الكبار لانه تما حتى المينيموم ويج طالع بحال دابا فاش كتمشي نيويورك ولا كاليفورنيا ولا المهم ديك الولايات الكبار تقدر تلقى تما في المينيموم ويج اللي خلصوا $12 في الساعه ولا $11 في الساعه على حساب هنايا كيبداو ب 7-25 دونك هذاك الشيء سي نورمال بحال دابا المغرب مثلا بحال المغرب الا مشيتي لكازا مثلا كتلقى تما الكرا طالع ولا مشيتي لشي مدينه صغيره تلقى الكرا صغير ولكن في كازا تيخلصوا مزيان وفي ديك المدينه الصغيره تيخلصوا قليل دونك هادشي اللي كاين الخوت ومهم هادشي اللي كاين حيت دابا تعطلت على الخدمه خصني نمشي دابا خصني نمشي مع 10:30 دابا راه 10:15 والمهم كنبغيكم بزاف ما تنساوش وشكرا بزاف على الدعم ديالكم. نبداو على بركه الله اخوتي رانا في رادي راني في رادي في الحين في الداون تاون هذو الديور يعني فرا الطريق اللي رانا فيها زعما مليحه شويه ولكن دوك غير دوك نوريكم غير نزغدو منها شويه يولي زعما ماهيش سيكوريزي 100% الانسان زعما يكون يمشي ولا يمشي في الليل ولا قاش الحومه هذه اللي مسيطرين عليها كامبوج يعني جايين من كامبوديا يكون شويه كما راه نقولوا راك في حومتهم ماهيش امينه 100% ها واحد انا الحمد لله سكنت هنايا تقريبا من 3 شهور ولا 4 شهور ما صرالي حتى مشكل عادي بصح انا حدي حد روحي يعني ما نخالط ما نهضر مع الناس ما والو نمشي في طريقي دونك هادو هما منا وراني هابط كامل نفس السيستم تاع البنيانات نفس الديزاين ديور كيما هكذا هاي اللي سكنت فيه خاوتي في نهاري الاول نهار الاول سكنت في هذا الحي كنت نحل الدار ونراهي يا هذه هي الدار هذه هي الغرفه تاعي اللي كانت عندي الاحياء المجاوره خاوتي دوك تشوفوا في اللي كملت ولا ضواو هنايا دوك باسكو رانا في كريسماس او جاي تولي كامل ضواو ديكوراسيون
هذه شابه، هذه شابه. ممكن اذا جاتني الطريق، جابتني طريق منها في الليل، نعاود نصور لكم شويه لقطات في الليل. المهم خاوتي دوك نحكوا من ناحيه شحال كنت نخلص خلاص، وشحال كنت نخلص باش الناس ممكن جابها المنطقه ولا عجبتها تحب تكري في اماكن كيما هكذا باش عندها علم شحال تخلص. هنا كنت نخلص كيما حكيت لكم خاوتي في الفيديو، يعني هذه المعلومه اللي نعاودها، مش معلومه جديده في القناه تاعي. كنت نخلص شو كان البري يتبدل شويه، باسكو علاش؟ هو البري تاع الدار فيكس، ولكن كي يكونوا 4 السكن وكيكونوا 5 وكيكونوا 3 ديفيرونس في البري. دونك كنا نخلصوا 1000 دولار، 1000 دولار، وهي هذه شومبر، هذه البيت فيها 3 شومبر وفيها هول كبير، 3 شومبر وهول كبير. دونك كنا نخلصوا عليها 1000 دولار، يعني كي يكونوا كاين 4 عباد تما، يكونوا كاين 4 عباد راح نخلصوا حوالي شحال 250 لواحد، 250 لواحد. كي يكونوا 5 واحد 200 ولا هكذاك، وراح تتبدل، يعني في نواحي 200 دولار، في نواحي 200 دولار، باسكو هذيك هذه الدار يسكنوها ابوبري 5 الافريج، يعني اقل ناقص او اكثر من 5 عباد، فالسكن فيها يكون حوالي 200، ومنطقه شابه خاوتي. بصح كيما شفتوا خاوتي ما كاش الستاسيون اللي كثروا من ديك تاع خاوتي، خاوتي علاش؟ قلت لكم هذيك المنطقه فيها مشكل انه ما تقدرش تستاسيوني طوموبيل تاعك، هذا هو المشكل الكبير كامل. وهذا اللي عندهم طوموبيل صح مشكل، باسكو ما يقدرش يستاسيوني طوموبيل تاعو بعيده بزاف على الدار، فاهم؟ دونك ستاسيون مشكل كبير، مشكل عويص هنا في امريكا، سيرتو في ساوث فيلادلفيا. على هذيك تلقى الناس بزاف اللي يسكنوا هنايا، يا يكونوا يستعملوا الصابواي والباص، يا يكونوا ما عندهمش سياره، يكونوا حاجات كيما هكذا. بصح الناس اللي عندهم سياره دائما تلقاهم يهربوا منه، دائما يهربوا منه، الا الاقليه، الاقليه خالتي اللي يكونوا ما يخدموش، اللي يكونوا يجيو يستاسيونيو في النهار. وفي هذاك الحي خاوتي كاين استوديو، كاين دي استوديو، يعني بزاف ديور صغار فيهم غرفه كبيره اللي هي شومبرا واللي هي كيتشن كوزينه، يعني هي كل حاجه. شومبرا كبيره تكريها حوالي 500 دولار، هذو الناس اللي يحبوا يسكنوا وحدهم، يعني ما يحبوش يسكنوا مع كل واحد يسكن معاهم صحابهم، لان كاين ناس ما تحب تسكن مع عيبه، تحب تسكن وحدها برك، ف يكرو استوديو افضل لهم انهم يكرو شومبرا ولا غرفه مع العباد. شويه غالي ولكن عندك خصوصيه، عندك تريح وحدك وحاجه مليحه.